بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على هذه الآيات من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد تكلمنا عن معنى هذه الآيات بما تيسر في الحلقات السابقة، والآن نستوضح من هذه الآيات ما يظهر لنا من فوائد وأحكام. فهذه الآيات فيها فوائد عظيمة وأحكام جليلة. أولاً، فيها التحذير من اليهود والنصارى لأنهم ضالون في أنفسهم ويريدون أن يضلوا غيرهم، فيجب على المسلمين أن يحذروا من اليهود والنصارى في كل زمان ومكان، ولأنهم عدو، والعدو لا يريد لك الخير مهما تظاهر بذلك، فإنه عدو ماكر. فلا ينخدع المسلمون اليوم بتضليل اليهود والنصارى وما يريدون أن يخدعوا المسلمين في سياستهم ومكرهم، لأنهم يقصدون من ذلك أن المسلمين يتبعونهم وأن يخضعوا لهم وأن يتخلوا عن دينهم أو عن بعضه، هذا ما يريدون. ويؤخذ منها التحذير من العالم الضال، لأن أهل الكتاب علماء، أهل الكتاب علماء، ومع هذا حذرنا الله منهم. لماذا؟ لأنهم أهل ضلال، وهذا عام في كل عالم ضال، فإننا نأخذ حذرنا منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والله علمنا في سورة الفاتحة أن نستعيذ منهم في آخر السورة في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم الضالون. وعلماء الضلال الذين لا يعملون بعلمهم بل يعملون بخلافه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم النصارى الذين يعملون على غير هدى وعلى غير علم ومن غير دليل. الله حذرنا من الطائفتين وألهمنا أن ندعو الله أن يجعلنا مع أهل العلم النافع والعمل الصالح، وهم أهل الإيمان الصادق. ويؤخذ من هذه الآيات أنه يجب على العالم أن يعمل بعلمه، لأن الله عاب على الذين أوتوا الكتاب، عاب عليهم انحرافهم عن العمل الصالح وأنهم يعملون على خلاف ما يعملون. في هذا التحذير من أن نأخذ سبيلهم. ولهذا يقول بعض السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ويؤخذ من هذه الآيات أيضا أن اليهود والنصارى دائما وأبدا يحاولون صرف المسلمين عن دينهم، وهذا شيء ذكره الله في آيات كثيرة، منها هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يريدون أن تضلوا السبيل، ولذلك يعملون الدعايات ويرسلون الإرساليات ويثيرون الشبهات حول الإسلام والمسلمين من أجل أن يصدوهم عن دينهم، كما قال جل وعلا:
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهذا باق فيهم إلى يوم القيامة، فلا ينخدع المسلمون بهم، وإن تظاهروا بالصداقة وتظاهروا بتقارب، تظاهروا للمسلمين لأنهم يريدون لهم الخير والإعانة، فإن المسلمين لا ينخدعون بهم أبدا. نعم، لا مانع أن المسلمين يتعاملون معهم في المصالح الدنيوية من البيع والشراء وشراء الأسلحة منهم، ويعقدون معهم الهدنة والعهد والذمة والأمان، لأن هذه مصالح دنيوية. أما أمور الدين فلا مساومة عليها، ولهذا قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فنحن نحتفظ بديننا ولا نتنازل عن شيء منه. وأما التعامل الدنيوي فهذا ليس من أمور الدين، وإنما هو من مصالح الدنيا التي يستعان بها على الدين، وهي مما أباح الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات أنه يجب على المسلمين أن لا يقبلوا من اليهود والنصارى أي توجيه في أمور الدين، وأن لا يأمنوهم على ذلك. فالمسلمون إنما يستمدون الهدى والعلم من كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فيهم الكفاية. فلا نستورد من الكفار أفكارا، ولا نستورد من الكفار مناهج، ولا نستورد من الكفار أي شيء يتعلق بالدين. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، وهذا خطر عظيم. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب الاعتماد على الله والثقة بنصره لا الاعتماد على الكفار. وإن تظاهروا لنا بالنصح والمودة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، فلا تطلبوا الولاية والنصرة من غيره، لا سيما من أعدائكم، بل من أشد الناس عداوة لكم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فلا نغتر بهم مهما تظاهروا لنا بالصداقة والموافقة، فإننا نأخذ حذرنا منهم. ويؤخذ من هذه الآيات أن اليهود شر من النصارى وأخطر على المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى نص عليهم في الآية الثانية. قال: من الذين هادوا، بعد أن قال سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هذا يشمل اليهود والنصارى، ثم إنه نص على اليهود خاصة، فقال: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لنحذر من اليهود بالذات. قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم أخطر على المسلمين، وهم يشاركون الوثنيين في هذه العداوة، مع أن الوثنيين ليس لهم كتاب
وهؤلاء مع كونهم أهل كتاب فإنهم يعادون أهل الإيمان. هذا فيه التحذير البليغ من اليهود ومكائدهم ومخططاتهم على مر الزمان وفي أي مكان. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.